مستمسكاتي، برنامج ميداني يسلط الضوء على مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بكافة مديرياتها للوقوف على أعمالها ومنجزاتها والخدمات المقدمة للمواطن الكريم. هذا البرنامج من إعداد قسم العلاقات والإعلام في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، يعده ويقدمه العميد الحقوقي مناضل الساعدي وأسماء عبد الحميد، وبإشراف مباشر من قبل المدير العام اللواء الحقوقي نشأة إبراهيم الخفاجي. مستمسكاتي. راح يكون بضيافتنا، وخلافا للحلقات السابقة حبينا نغير اليوم، فاليوم السيد العميد بشار مدير قسم جوازات السفارات في ضيافتنا في قسم العلاقات والإعلام في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. أهلا وسهلا بك سيادة العميد، كادرك حقيقة المميز، يعني منذ بداية استلامك المهام إدارة هذا القسم أحدثت في طفرة نوعية، قضية متابعة مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالمستمسكات، وسلطت الضوء أيضا على كثير من الأمور اللي كانت تحتاج إلى متابعة. طبعا هذا واجبنا سيادة العميد، وإحنا سعداء جدا أن نسلط الضوء اليوم على قسمكم في برنامج مستمسكاتي، هذا البرنامج اللي يعده ويقدمه قسم العلاقات والإعلام في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وبإشراف مباشر من قبل السيد المدير العام المحترم اللواء الحقوقي نشأة إبراهيم الخفاجي. قسمكم مهم جدا، يقدم خدمات كبيرة وجليلة للمواطنين العراقيين، لا سيما هذا يخص فئة مهمة من المواطنين وهم المقيمين خارج العراق. فبالتأكيد سيادة العميد طبيعة عملكم طريقة الإجراءات المتبعة من قبل خارج العراق. بالنسبة لنا قسم إصدار جوازات السفارات أحد التشكيلات اللي ترتبط بمديرية شؤون الجوازات، بمتابعة حقيقية من قبل السيد المدير العام وبإشراف مدير الجوازات تتم طباعة الجوازات للجالية العراقية خارج العراق لعدد من السفارات اللي يروجون معاملاتهم عن طريق السفارات العراقية العاملة بالدول خارج العراق، وتتم طباعة الجوازات بعد معالجتها وتدقيقها أمنيا تتم طباعتها، يعني قسمنا وبعد عملية الطباعة وكمال الإجراءات الفنية للجواز تتم إرسالها أصوليا إلى وزارة الخارجية حتى تتوزع على البعثات الدبلوماسية. سيادة العميد كم عدد طباعة الجوازات باليوم اللي تطبعها؟ احنا بالنسبة لنا كادر قسمنا حاليا نطبع الجوازات العادية حسب توجيه معالي السيد الوزير، احنا عندنا بالنسبة لمواقع الانتشار بالسفارات باشرت عدد من الدول بافتتاح الجواز الإلكتروني، ولغرض إيصال الخدمة لكافة شرائح العراقيين حتى معاملاتهم ما تتأخر، أو عايز معالي السيد وزير الداخلية أنه تبقى عملية الاستمرار طباعة الجواز العادي لحين استكمال افتتاح جميع الالكتروني. عذر المقاطعه، يعني الجواز الالكتروني يطبع حتى نوضح للمشاهد الكريم داخل السفارات، انتم تطبعون الجواز العادي؟ احنا نطبع الجواز العادي داخل قسمنا لعدد من المحطات. عدد نعم. يعني تقصد البعض الاخر موجود طباعه؟ نعم. احنا عندنا 20 سفاره تقريبا، نعم، مقسمه قسم طباعتها عندنا داخل العراق، قسم الآخر طباعتها خارج العراق. في كل الأحوال السيطرة الفنية والمعلوم والتدقيق الأمني والمعلوماتي يتم داخل مديريتنا، يعني ضمن فعاليات واجبات قسم المعالجة المركزية في نعم. مديرية نعم. شؤون الجوازات. احنا بالنسبة لنا كقسم سفارات نعم. المهام اللي نأديها إضافة للطباعة عندنا
جواز المسترجع من الخارجيه، يعني اللي احنا نوصله للخارجيه وبناء على طلب صاحب العلاقه بعد ما يوكل احد ذوي يطلب اعادته انه للمدير. يعني يستلمه تقصد من؟ نعم يستلمه من داخل العراق. نعم ما يرجع للسفاره. نعم بعد نعم. اكمال الاجراءات، بعد اكمال الاجراءات الخاصه بتدقيق الوكالات، خصوصا بعد التوجيه الاخير من قبل السيد وزير الداخليه باعتماد الاليه الجديده لالغاء مليار صحه الصدور. نعم باعتماد الباركود كيو كاب. نعم تم حاليا بكل انسيابيه وشفافيه، والعمليه سهله جدا. يجي جاي. المراجع يستلم الجواز في حال تأخير. نعم. ماكو تأخير. ما عندنا احنا بالنسبه لنا نعم. كجواز عادي من الخام عندنا متوفر الكميات المناسبه اللي الحد، خلينا نطبع الحد اخر شخص يتقدم. المده سياده العميد شكد تحدثت عن المده زميلتي ست اسماء. احنا سابقا كانت ترد كثير من المناشدات حول التأخير بطباعة الجوازات، حاليا صراحة الأمانة ما تردنا أي مناشدة بهذا الصدد. هذا يعني أنه الجوازات جاي تطبع بسرعة وتعاد للسفارات. نعم سيادة العميد، بالنسبة للمستمسكات سابقا بالمنظومة السابقة حقيقة ما يخفى عليك وانت ابن هاي المديرية، كان أكو بيها مشكلة فيما يتعلق بتقاطع المعلومات. بعد ما المديرية أكملت كافة إجراءاتها، أتمتت جميع الأمور الإدارية نعم. والانتقال لموضوع العمل بالبطاقة الوطنية والتوجيه الأخير باعتماد صورة القيد الإلكترونية للعراقيين خارج العراق، إحنا الآن أي مشاكل عندنا مدى تصير فيما يتعلق بسرعة طباعة الجواز. سألتك عن الوقت ست أسماء. احنا بالنسبة لنا وقت إصدار الجواز ما يتعطل تقريبا عندنا هو والجودة مالته ما يتعطل 10 دقائق هواية، يعني 10 دقائق بالنسبة للجواز. المدة اللي يعاد اليوم مثلا 10/7 إيه؟ أني رفعت لك معاملة خلينا نقول من السفارة العراقية في الدولة المعينة. نعم. اللي تكون طباعة يعني خلينا نقول ناب بغداد. يعني نعم في ألمانيا. احنا بالنسبة لنا كإجراءات تتعلق باصدار الجواز ووصوله لصاحب العلاقه، هذا تشترك به وزاره الخارجيه يعني بالحصه الاكبر. احنا ما يهمنا عمليه الطباعه واكمال اجراءات المعامله داخل مديريه شؤون الجوازات بقسم السفارات. ما تتعلق عن الوزاره الخارجيه. احنا بالنسبه لنا ما يتعطل عندنا الجواز صدوره اصداره، يعني ما يتاخر عندنا على كل جواز 10 دقائق هواي. يعني من يوردك بنفس اليوم تكمل الاجراءات؟ ما عندي مشكله، اي لان انا اصلا. واذا كانت الطباعه في سفارات اخرى ايضا تعيد المعالجه يمر عن طريقكم؟ لا هذا ما يمر عن طريقكم. المعالجه يدققه ويعيده. نعم هذا ترجع للسفاره، والسفاره عندها اجراءات وتوقيتات زمنيه معينه. نعم. لان تعرف اغلب العراقيين هو ساكن بمواقع تبعد عن مسافات بعيده جدا عن السفارة، بس احنا كعمل فني نعم وكتدقيق امني بالنسبه لطباعه الجواز بعد استكمال مرحله ينطبع عندنا خلال دقائق يطبع الجواز وننتظر احنا معتمد وزاره الخارجيه نعد له قوائم حتى نسلمه البريد ويوصلوه هم بعد ما يوزعوه على بعثاتهم الدبلوماسيه ويحصل الموافقات بالسفر خارج العراق حتى يستصحبون بريد الجوازات معهم. الجواز الالكتروني ما يمر عليكم؟ احنا بالنسبه اجراءات اهم على المعالجه وموافقات امنيه، اجراءات امنيه فقط؟ احنا حاليا كقسم سفارات بدنا نعمل فقط لمجموعه من الدول بالجواز العادي، وعندنا ايضا ضمن التشكيلات المرتبطه بقسمنا الشعبه المتنقله. نعم. هذه الشعبة المتنقلة هي اللي تكون واجباتها السفر خارج العراق، يعني الحقيبة المحمولة. نعم الحقيبة المحمولة تصدر عندنا أوامر إدارية لبعض الضباط للدول اللي ما بيها مكاتب لإصدار الجواز. نعم. تقصد؟ نعم تجي توجيهات من المراجع بعد التنسيق مع وزارة الخارجية بوجود بعثات أو جالية. نعم. ما عندهم مستمسكات او ما عندهم جوازات، بعد اصدار الموافقات الاصوليه من مراجعنا جيد اللجان هذه تسافر خارج العراق
يكملون المعاملات يصورونهم. الطباعة وين تكون بهالحالة؟ الطباعة عندنا يعني ينزلون المعاملات ويبرقوها إلكترونيا. نعم يكمل. نعم هو يكمل يعني يستصحب ويا الحقيبة المحمولة وبعد ما تكمل الإجراءات يجي المسؤول يعني المسؤول عن البعثة الوفد اللي راح يسلم معاملاته قسم السفارات يمنه بعد تدقيقها وإكمال المراحل الفنية تم طباعتها وإعادتها الوزارة الخارجية خلال فترة وجيزة حتى توصلها جيد. زين يتساءل بعض المواطنين يقول لك أنا راجعت بالسفارة كملت إجراءات الجواز والطباعة تكون ببغداد مو بالسفارة بعض المكاتب مثل ما تحدثت حضرتك وتكون بعدها إلى زيارة للعراق إذا كان موجود بالعراق والجواز موجود عندكم شنو الإجراءات يراجعكم يراجع للخارجية قبل ما ترسلوا الخارجية ضمن توجيهات معالي سيد وزير الداخلية ومتابعة وإشراف مدير العام المديرية ومدير شؤون الجوازات احنا بالنسبة ان المواطنين اللي اصحاب العلاقة بالجوازات نعم الجوازات المطبوعة سواء كانت مسلمة لدى وزارة الخارجية او بعدها موجودة لديكم موجودة عندنا يجي يتقدم نعم طلب بيبرز بيه بس هويته يقول انا صاحب الجواز وقدمت مثلا من السوي نعم وأريد نسلم جوازي هنا طبعوا تطوني ما عندنا مشكلة نطبعه ونسلمه في السلمة مباشرة نعم نغلق الحالة وإذا كان رايح الجواز للخارجية احنا نريد نوضح اليوم كل شيء في هذه الحلقة عن هذا القسم المتميز الجواز الخارجية يروح يراجع الوزارة الخارجية إجراءاتهم جدا بسيطة وسلسة يراجع لهم يقدم طلب ويطلب إعادة الجواز إنه لأن وزارة الخارجية دار القنصلية ما عندهم الصلاحية الفنية تسليم الجواز لصاحب العلاقة لأنه لازم يراجع القسم الفني حتى يبصم باستلام بصمة الجواز أكيد. حتى يغلق الحالة كان يستخدم الجواز بالسفر والتنقل عمليات دفع الإلكتروني هل متواجدة بقسمكم؟ شلون يتم التعامل؟ احنا بالنسبة إن كقسم إصدار جوازات السفارات الآلية تم ترويج المعاملات كلها تتم بالسفارات لا مو يمنا العملية هناك تتم والمراجع أيضا بعد ما يستقطعون من عند المبلغ موظفي وزارة الخارجية اللي بالسفارة المعنية يتم أرشفة هذا الوصل الحسابي أكيد هناك العملية تتم إلكترونية سواء بالمكاتبنا وبعد تم إرسال المعاملة أصوليا أن تتدقق بالقسم الفني من ضمنها الوصل الحسابي حتى ينصرف الإجراءات. أهلا بكم من جديد سيادة العميد متى يتم التوقف بالجواز الاعتيادي؟ قسمكم يعني نظام التوجيهات اللي نعمل بيها بالتنسيق مع مراجعنا بالنسبة للجواز العادي بالفترة المقبلة احنا نلاحظ احصائيا الاعداد تتراجع يعني اعداد العراقيين اللي يتقدمون خارج العراق على الجواز العادي دقل. طبعا دقل يعني احنا نصدر العملية مستمرة وايضا تزامنا مع الانفتاح ضمن مواقع انتشار هذه المديرية داخل العراق وخارج العراق بالنسبة للجواز الإلكتروني راح يتم العمل بالمنظومة المتنقلة إلكترونيا بالنسبة للدول اللي بيها جالية وتطلب الحصول على جواز نعم احنا اكو وقت معين ومحدد ننتظر به التوجيه من مراجعنا حتى يتم التوقف بإصدار الجواز العادي لأن كافة العمليات الفنية في منح الجواز الإلكتروني ضمن كل التشكيلات المرتبطة بهذه المديرية هي تم العمل بها سواء في أتمة الإجراءات أو الاعتماد على يعني إحنا داخل العراق ما عندنا شيء اسمه مستمسك جنسية أو شهادة ورقي فعلا واليوم يعني صراحة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أول من طبق هذا الأمر ونشهد هذه الطفرة النوعية الكبيرة في العمل الإلكتروني في كافة مفاصل مديريتنا نعم
احنا بالنسبه لنا نسمع يعني من اراء المراجعين، وبامكانكم ايضا ان تقصون يعني من خلال جولاتكم الاعلاميه تشوفون راي المراجع من يجي لمديريه شؤون الجوازات خلال فتره نص ساعه نص ساعة وحتى أقل. إحنا دائما يعني سلطنا الضوء على هذا الأمر، موضوع العمل والجواز الإلكتروني خلال 20 دقيقة إلى نصف ساعة يستلم جوازه. لكن أكو توضيح مهم نريد نوضحه للمشاهدين الكرام، أنه اليوم أنت من تحجز على الجواز الإلكتروني محددي لك وقت ابتداء من الساعة 7 صباحا صعودا، فلا تأخذ غير وقت. أخذت مثلا 7 صبح، لا ترجع لي تراجع بالثنتين الظهر. كل هذه الأمور راح تسبب لنا إشكاليات بالعمل وتأخير لبقية المواطنين، وراح تأخذ من حقوقهم. وكذلك اللي انت حاجز الظهر لا تجي من الصبح، وهذه معاناة بشكل عام طبعا شاهدناها في كل أقسام الجوازات اللي زرناه. هو موضوع الحجز والساعة هو موضوع تنظيمي لكم. كل ما تحضر بالوقت المحدد إلى قبل نص ساعة من هذا الوقت، أنت خلال 20 دقيقة راح تستلم جوازك. احنا بالنسبة لنا عملنا مستمر قسم جوازات السفارات بإصدار الجواز العادي بالاعتماد على المستمسكات القديمة أو صورة القيد الإلكترونية اللي بسهولة يقدر صاحب العلاقة من خلال وكيله يراجع المديرية ويستحصل على رقم وطني، على رقم وطني ويتم معالجتها فنيا وإصدار جواز سفر يعني ضمن الفترة، نقول وجيزة جدا يعني. وأيضا كوادرنا تهيئت جاي تتدرب خارج العراق، موجودين بألمانيا ودخلوا دورات وراح يباشرون بموضوع السفارات بالخارج وكوادر البطاقة الوطنية، وراح يتم إصدار البطاقة الوطنية. احنا سعداء جدا اليوم ان نلتقيك، ومعلومات قيمة، وسيد العميد بشار من الضباط المتميزين، وصراحة كل أقسامنا متميزة وضباطنا متميزين. إن شاء الله نلتقيك في حلقات أخرى، وإن شاء الله يكون حوار أوسع. أتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا على هذه التغطية، تسليط الضوء على عمل قسمنا وبركة جهودكم بعمل بالتغطية الإعلامية على كل مفاصل. ربي يبارك بكم، كل التوفيق. شكرا جزيلا. نلتقيكم على حب الله الوطن الأسبوع المقبل. دمتم وفي رعاية الله وحفظه. مع تحيات قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة.